بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم يا شباب، معاكم عبد الرحمن، وإن شاء الله مكملين مع بعض أسئلة الآي كيو. مبسوط جدا بكل الكومنتس والتشجيع اللي انتوا بتكتبوه تحت الفيديوهات. أي حد يا جماعة محتاج أي سؤال سواء كان في الآي كيو أو في برامج مايكروسوفت أوفيس ما يترددش إن هو يتابعنا في التعليقات. وكمان تم تفعيل ميزة الانتساب للقناة، تقدر حضرتك دلوقتي تتواصل معايا بشكل شخصي وننفذ لك كمان تدريبات اونلاين. تقدر تشوف التفاصيل من زرار كلمة الانتساب اللي موجود جنب الاشتراك في القناة. طيب نيجي نشوف دلوقتي باقي الأسئلة. السؤال اللي موجود عندنا which does not belong in these sequences، انا دلوقتي عاوز اعرف ايه الشكل اللي مش متماشي مع باقي الرسومات. فباجي ابص كده على الدايره بالاسود دي، لقيتها طلعت فوق، بعد كده مشيت يمين، بعد كده نزلت تحت، بعد كده المفروض تيجي هنا. فشكل ايه مش ماشي صح؟ اف ماشي، مشيت ناحيه الشمال، بعد كده طلعت فوق، بعد كده ماشي تمام. لو حبيت اكد من الابيض، الابيض طلعت فوق، بعد كده جت هنا، بعد كده نزلت تحت، بعد كده المفروض تيجي هنا. وهو ده اللي حصل في اف، لكن ايه هي الاجابة مختلفة عن باقي الرسومات، فبالتالي هي الاجابة الصح. نيجي للسؤال اللي بعد كده. هنشوف الرسمة اللي موجودة قدامنا في ايه. انا عندي خطين، خط صغير وخط كبير، فببتدي ان انا اربط ما بين الرسومات كلها اللي موجودة. ما تخليش عينك تركز مع حاجة معينة وعينك تفضل موجودة فيها وتثبت، لا، خلي عينك بتمشي وتحاول عينك تربط الخيوط ببعض، وما تبصش على الرسمتين مع بعض الصغيرة والكبيرة، لا، امسك الصغيرة وشوف ايه اللي بيحصل فيها. يعني الصغيرة هنا بقت 90، طلعت هنا بقت 90، طلعت فوق بقت 90، اتحركت كده، فهي بتمشي 90. طيب فنبدأ من الأول نمشيها 90 كده. هي هنا المفروض تنزل تحت اللي هو حصل في سي، بعد كده تبقى هنا اللي هو في دي، بعد كده تبقى في ايه، يبقى بي مختلف. طب والكبير، الكبير بيحصل فيه ايه؟ لو هنتجاهل البي هيبقى الكبير بيتحرك 45 درجة، 45 درجة، 45 درجة، 45 درجة. اذا بي هو الاجابة الصحيحة وهي المختلفة عن باقي الرسومات. هنوصل مع بعض للسؤال ده، والسؤال ده محتاج شوية تركيز كده، نشغل دماغنا فيه. اولا زي ما قلت لك، ما تبصش على شكل واحد وما تبصش على كل الاشكال في نفس الوقت. امسك رسم معينة او شكل معين، نمط معين، وامشي معاه. يعني الشكل اللي فيه النقطة ده كان هنا وبقى هنا. طيب الشكل اللي فيه نقطة لسه زي ما هو في مكانه، ما اتحركش. طيب هل الشكل اللي فيه نقطة بيبقى في مكانه دايما؟ يعني تبتدي تشك كده، هو هنا بقى هنا فاتحرك، فضل في مكانه، هو فضل في مكانه ليه؟ ما هو هنا اتحرك وهنا اتحرك وهنا اتحرك وهنا اتحرك، فأكيد اللي لسه ثابت في مكانه فيها هي الإجابة الصح. ده منطق بمنتهى البساطة. طيب تعال نثبت المنطق بتاعنا. أنا دلوقتي جيت بصيت، أنا طبعا كده عرفت إن الإجابة هي الإجابة سي، لأن الشكل اللي نقط نقطة في سودا نقطة سودا ومن بره أبيض ده ثابت في مكانه وفي الكل بيتحرك، منطق بسيط عايزين نتأكد منه. الكرة اللي بالأسود، الكرة اللي بالأسود بدلت مع الكرة اللي منقطة بالأسود، يعني اللي منقط بالأسود بدل مع الأسود مكانه. بعد كده المنقط بالأسود بدل مع الأبيض مكانه. بعد كده المنقط بالأسود بدل مع الأسود مكانه. بعد كده المنقط بالأسود بدل مع الأبيض مكانه. بعد كده المنقط بالأسود بدل مع الاسود مكانه، طلع فوق. اذا المنقط بالاسود ده بيبدل مكانه مرة، المنقط بالاسود بيبدل مكانه مرة مع الشكل اللي بالاسود تماما، ومرة المنقط بالاسود بيبدل مكانه في المرة اللي بعدها يعني مع الابيض. يبقى مرة بيبدل بالاسود ومرة بيبدل بالابيض، مرة بيبدل بالاسود مرة بيبدل، زي ما احنا ما شفناها كده. وفعلا هنلاقي ان المنطق بيستبعد الاجابة سي وفقا للنظرية اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وكمان وفقا لنظرية تحرك الأشكال. هنوصل مع بعض للسؤال ده. فهنا بيقول لي what comes next in the above sequence، ايه الشكل اللي جاي بعد كده في ترتيب الرسومات اللي قدامي.
وزي ما اتفقنا انا ما ببصش كده وبعد كده برجع بعيني تاني وبعد كده برجع وبعد كده برجع بعيني تاني، لا انا بثبت في مكان وببتدي اتنقل واشوف بعينيا الشكل ده ايه اللي حصل له. وصلت الحاجة وصلت، ما وصلتش بمسك الشكل اللي بعد. انا لاحظ معايا طريقة تفكيري ماشية ازاي علشان تجيب الدرجة النهائية بإذن الله في الأسئلة. اول لما بشوف السؤال يا جماعة، اول حاجة ما بتخضش، تاني حاجة ما بتوترش وافضل ابص على الاشكال كلها، عينيا رايحة جاية عليهم كده، رايحة جاية رايحة جاية، وكأني مش فاهم حاجة وبقف وبعطل. لا احنا بنمسك الشكل ده على طول عينيا وهي ماشية لقيت ان هو انعكس هنا، والاف دي انعكست هنا، والاي المقلوبة دي انعكست هنا، والبي سمول دي انعكست هنا، وبالتالي الفايف او الشكل ده هينعكس وهيبقى زي الاتنين، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون الإجابة E. ممتاز، بشكر كل الناس اللي بتجرب وبتفعل، بتوقف الفيديو بتشوف بتجرب تحل وبعد كده بترجع تشوف تاني الإجابة. هنكمل مع بعض يا شباب باقي الأسئلة. طبعا هو هنا بيقول لي الأشكال والأرقام اللي موجودة دي بقت الشكل ده أو الأرقام دي، المفروض اللي حصل هنا أنا هطبقه تحت علشان ألاقي الحاجة الناقصة، يبقى لازم اربط ما بين الارقام اللي فوق ببعضها. طيب ايه الرابط ما بينهم؟ يعني انا ببص بعناية كده في ان انا اشوف بالعرض اي رابط ما بينهم، مش جايب. طيب ببص بعناية كده بالطول، يعني ايه علاقة ده مثلا بالسطر اللي فوق ده؟ فالستة خمسة تسعة تمانية تلاتة اتنين، يبقى انا بطرح واحد وبجيب الرقم هنا اللي بالطول هيبقى بالعرض مطروح منه واحد. طب اللي بعده الأربعة هطرح منها واحد هتبقى تلاتة، تمانية هطرح منها واحد هتبقى سبعة، تسعة هطرح منها واحد هتبقى تمانية. اللي بعده الاتنين والسبعة والأربعة، الاتنين هطرح منها واحد هتبقى واحد، السبعة هطرح منها واحد هتبقى ستة، الأربعة هطرح منها واحد هتبقى تلاتة. طيب يبقى انا اللي بالطول ده هو هو اللي بالعرض. طب هتأكد، اربعة هطرح منها واحدة تبقى تلاتة، تلاتة هطرح منها واحدة تبقى اتنين، تمانية هطرح منها واحدة تبقى سبعة، بالتالي تسعة هطرح منها واحد هتبقى تمانية. هنجيب القلم بتاعنا كده ونكتب تمانية، السبعة هطرح منها واحد هتبقى ستة، الخمسة هطرح منها واحد هتبقى اربعة، وده هو اللي موجود هنا. طيب واللي تحته الستة هطرح منها واحدة تبقى خمسة، الاتنين هطرح منها واحدة تبقى واحد، تلاتة هطرح منها واحدة تبقى اتنين، ودي هتبقى الإجابة للشكل اللي تحت. نوصل للسؤال اللي قدامنا ده يا شباب. هنا بيقول لي ايه الرقم should replace the question mark، ايه الرقم اللي المفروض ان انا احطه مكان علامة الاستفهام اللي هنا؟ انا عايز اوجد العلاقة ما بين الارقام اللي فوق دي ببعضها، يعني 63 بال97 بال49. انا بفكر معاك كأني بفكر وبحل لأول مرة. عناية جابت كده ان 63 دي هي ليها علاقة بالتسعة، 63 ليها علاقة بالتسعة ازاي؟ سبعة في تسعة، سبعة في تسعة ب63، فانا لو قسمت 63 على سبعة هيديني تسعة. لو قسمت 63 على سبعة هيديني تسعة. طيب ولو قسمت 49 على سبعة هيديني سبعة، يبقى لو قسمت ده على سبعة هيديني ده، ولو قسمت ده على سبعة هيديني ده. طيب اللي بعدها 56 ايه علاقتها بالسبعة؟ قسمت على تمانية، 56 على تمانية فيها السبعة، وال24 على تمانية فيها التلاتة. طيب يبقى اللي بعدها أكيد هقسم على تسعة، 54 على تسعة فيها الستة، 54 على تسعة فيها الستة. طيب إيه الرقم اللي أنا أقسمه على تسعة يديني تلاتة؟ إيه الرقم اللي أنا أقسمه على تسعة يديني تلاتة؟ أكيد الرقم ده هيكون 27، يبقى الناتج بتاعنا يا جماعة هنا هيكون 27. تمام، هنكمل مع بعض يا شباب حل السؤال اللي قدامنا. هنا
انا برضو هنا بيقول لي what number should replace the question mark، عايز رقم مكان علامة الاستفهام. فبالتالي انا عايز اوجد العلاقة ما بين الارقام اللي قدامي. طب 3 2 8 4، 3 2 8 4 7 6 9 3. طيب هو 3 في 8 بكام؟ 3 في 8 ب24، 3 في 8 ب24. طب 7 في 9 بكام؟ ب63. طيب 9 في 6 بكام؟ ب54. طيب 2 في 9 بكام؟ ب18. هيبقى مكان علامة الاستفهام دي 8، والناتج هنا هيكون 18. وبكده شباب هنكون اختتمنا مع بعض حل الأسئلة اللي في الفيديو ده. بنوعدكم ان شاء الله انه دايما معانا هتلاقوا كل جديد وحصري، هتلاقوا الأسئلة دي في اي اختبار بإذن الله خاص بالشركات او ايا كان الماكن اللي انتوا هتقدموا فيها. اتمنى اذا كنتوا بتستفادوا ان انتوا تبلغوا اصحابكم بالمحتوى، وان انتوا تدعمونا زي ما بتدعمونا دايما علشان نقدر نوصل العلم ده لاكبر عدد من الناس. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبحبكم في الله واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.